السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. واش راكم ميشاتي؟ ان شاء الله كل راكم بخير. في الفيديو تاع اليوم نبداو ان شاء الله مع بعضنا. جبت لكم لا روسيت الثانيه اللي درتها بالعجين اللي درت به المشلوش. العجينه تاع المسمن درت بها المشلوش، ودرك راح ندير بها السمنيات ولا كيف تقولوا المطاوي. كاين بزاف تسميات في الجزائر، وانا كي قلت المشلوش طبق قسنطيني راهو يدار في البلاد كامله، يعني احنا كل شعب واحد وتاريخ واحد وثقافه واحده وتقاليد نفسهم، ولكن التسميه تختلف من بلاد لبلاد. هذا شيء طبيعي، كيما الشخشوخه كاينه في كل بلاد، لكن حنا نعرفوا بزاف الشخشوخه البسكريه. كيما هك المشلوش كاين اللي يسميه رفيسه، المشلوش، الفتات، التريد، اي حاجه. المهم كل واحد كيفاه يسميه، وهي لا باز يعني القاعده واحده. درك انايا بهذيك لاباط راني عجنتها وحطيتها تركح وزدت عجنتها، ومن بعد درت لوستها درتها دي بول فوالا خبيها تركح. هذه كي بيت لاباط في الليل كي نوضوا الفجر درت هذا الشيء هذا، ومن بعد خليتها تركح. كي يقرب الفطور وجدت الحوايج اللي لازمني نديرهم في هذا المسمن هذا. الوغ لاستوس اللي نعطيها لكم اليوم باش يجيكم المسمن تاعكم مرق كيما الباط فويتي، ديروا الزبده وشويه نتاع الزيت، خلطوه مع بعضهم. زبده مارغاني ماشي زبده اليابسه، مارغارين، شويه تاع الزيت، خلطوه مع بعضهم كيما راكم تشوفوا في الصوره، وزيدوا لهم باكي تاع خميره تاع الكاطو، خلطوا مليح وديروا الزيت دو كوتي. يعني خلطت زبده وشويه زيت، يعني زوج مغارف زبده مع زوج مغارف تاع زيت وباكي تاع خميره، نتوما ولا كونتيتي تاع المسمن اللي عندكم. ودرك خليت هذيك لاباط تركح اون بول، وجيت نحلها. طبعا نحلوها كيما مالفين، كيما التريده، كيما المشلوش، يعني عادي نحلوها. نتكاو مليح الحراف باش ما يجوناش معجنين، يجونا رقاق. شوفوا عاوني روحك بالزيت، كي تشيح يدك عاوني روحك بالزيت. نهز البانسو ونهز هذاك الخليط نتاع الزبده والزيت والباكي نتاع الخميره، ناكد عليها نطبق. كي نعود نطبق نجبد باش تجيني رقيقه مالا. وحاولوا كي ديروها ديروها كاري ولا ريكتونغل، يعني مستطيل ولا مربع قد قد، ولا ما قدرتوش اعدلوها بيديكم كيما راني ندير. وكي تحطوها في المقله ولا الطاجين راكم تبقاو تعدلوا فيها، ماشي طيشوها في المقله ولا الطاجين وتهربوا منها، لا لا، من فوق تبقى بارده ما تحركش. حطوا شويه زيت، انا الطاجين تاعي حطيته فوق لاكازنيير يسخن. فوالا نعدلها باش تجيني الشكل اللي باغيتو، ماشي طيشوها وتهربوا عليها، ما تقيسوهاش من تحت وما تخليوهاش تطيب باش تدوروها، تم دوروها باش تتنفخ، باش هذيك شوفوا لا لوفور باتيسيير هذيك اللي درنا الخميره اللي درنا في الزبده، شوفوا كيفاه تخليه يتنفخ الورق كل نتاعو تتحل. واني قاعده ندير في واحده اخرى، هاني وجدتها نزيد نحطها او ميم طون نقلب الاخرى، يعني ليه ليه لازم تكوني خفيفه ظريفه. اعديها ما تخافيش منها، من فوق هي بارده، وبقى يقلبي هاك تشوفي كيفاه راني نقلب. فوالا هذا هو المسمن، يعني لاستيس اللي فيه جديده انه ديروا. وهذه الطريقه هذه طريقه المغاربه، جيراننا المغاربه، خاوتنا المغاربه يديروا هذا الزبده والزيت والخميره. شوك فيه تنفخ نحيته، انا حطيته في من الاحسن تحطوه في قرطه الله كام هويه ولا في ان تيسيو كوتون باش ما يعرق لكمش ويكون مهوي. فوالا تمتم نقلب هاكو تشوفو فيا. دوك نعطيكم طريقة كيما درنا مع التختوخة بالبابي سلفوريزي باش تجيبو هداك المسمن تاعكم، يعني نفس الشكل ونفس القياس. ديرو ان بابي سلفوريزي كيما راني قاصتو لهنايا مستطيل تقريبا 15 على 10، نحل وحدة نتاعي العجينه نتاعي.
حبيتش نطول لكم في الفيديو هذه. طبعا في الانفورماسيون في لو بوتي اي لي يظهر لكم على الشاشه راح نحط لكم لا روسيت نتاع العجينه وكيفاه وجدتها. فوالا نحلو حنايا هذيك العجينه تاعنا، نطبقو كي تطبقي طبقي حتى يبان لك الحرف نتاع البابي سولفوريزي نتاعك. ها طبقي حتى يبان لك الحرف تاع البابي سولفوريزي تاعك، ومن بعد هزيها كيما هزينا التريده فايت في الفيديو اللي من قبل وحطيها. فوالا قلبيها حطيها عليها مادام كاين السولفوريزي، ومن بعد نحي السولفوريزي كيما راكم تشوفوا. اسهل طريقه للمبتدئات. فوالا هذه هي لا روسيت تاعنا تاع اليوم. ودوك نعت لكم المسمن تاعي زي مهجة. طبعا ديما دوروا المسمن تاعكم تخليوش يطيب من جهه وحده، ديما دوروا. شوفوا نقسم لكم سخون يغلي، ودرك نزيد نعته لكم في القرطله نزيد نقسمه لكم. المسمن هذا يتكلم مع كلش عن بالكم بلي حنايا يعني المغاربه بك الجزائريين تونس المغاربه نموتوا على المسمن هذا، نموتوا على السمنيات المطاوي. كل واحد كيفاه يعيط لهم الكتابات، كل واحد كيفاه يعيط لهم. هذا هو فطورنا تاع اليوم الصباح. شوفوا يجوا مقرمشين من برا ومورقين من داخل، عم سخونين. شوفوا الله يبارك بالصحة والراحة. ونقول لكم السلام عليكم. الوصفة الجاية إن شاء الله.